يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول القائل حسبي الله عليك، هل هذه صيغة تفيد بأنه يدعو عليه؟ ما أدري، هذا ما هي بلهجة عربية الظاهر، هذا على لسان العوام. حسبي الله عليك، لو قال حسبنا الله أو حسبي الله، أما قوله عليك هذه ما أدري عنها هل هي عربية أو لا. نعم، حسبنا الله، ما قال حسبنا الله عليهم أو حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، تقول كذا. نعم.